أكد وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أكد على حرص الوزارة على الاستمرار بتطوير أداء منظومة العمل في مختلف القطاعات من خلال تطوير العنصر البشري، وشدد أيضا الوزير على ضرورة السعي لتحصيل أموال الدولة والحفاظ على المال العام وتوفير أفضل الخدمات للمستهلكين. لعل القضايا الرئيسية التي يجب أن نركز عليها هي كيفية تطوير منظومة العمل في وزارة الكهرباء والماء لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، وأيضا لتحقيق ذلك علينا أن نهتم بأهم عنصر وهو العنصر البشري، وأيضا تحقيقا لاستراتيجية ورؤية الوزارة سنكون حريصين على أن نعتمد على العنصر الوطني، وأيضا حريصين جدا على تحصيل أموال الدولة خلينا نقول لجميع المستهلكين. واليوم أنا طلعت كتاب رسمي خاطبت فيه وكيل الوزارة أنه القياديين في الوزارة وكل من يحمل صفة إشرافية مدير أو مراقب أو رئيس قسم أو رئيس شعبة لن تصرف له الأعمال الممتازة ما لم يبين شهادة براءة الذمة أن دافع اللي عليه من مستحقات لوزارة الكهرباء والماء.